اينو برضو نفس الكلام ده. الجول اهو، انت واقف مستني الكوره متوقعها. انا عارف اللي هي اصلا فعلا لو كنت وقفتها ده ما ينفعش، لو كنت وقفتها كان هيطلع واحد يضغط عليك، فهي لازم تتاخد. انت كنت عايز تعمل ايه بعد كده؟ انا كنت عايز اطلع بره الاستاد. ده كان ايه بعد؟ اصل انا عايز اقول لك على حاجه، انا من اول ما نزلت الماتش ده انا كنت راجع من اصابه وما كنتش بلعب. انا نزلت في اخر مش عارف 5 دقايق ولا 10 دقايق مستر مانو نزلني اخر 10 دقايق. اه بس انا عايز اقول لك ان انا اول ما نزلت كنت طبعا بتشتم. في الدقيقه 82 الجول كنت بتشتم جامد جدا من جمهور نادي الزمالك، فانت عارف ده يعني احسن مردود اللي انت ترد بكده وجول حلو وجول مكسب. وخلي بالك ده ماتش السوبر، دي بطوله. فانت لما تجيب اللي بيجيب جول في ماتش قمه بيبقى حاجه كبيره. وما بالك مع الناس دايما ما بالك بقى انت ماتش بطوله وسوبر ومردود كويس اللي انت بترد وبتقول لا انا اهو. عشان انا كنت مضغوط جامد جدا الفتره دي. انت طلعت كل ضغطتك في الكوره. فانا لما عارف كنت جاري فين بجد والله عايز اعرف. انا كنت بجري ومش عارف من الفرحه بتاعه الجول مش عارف رايح فين. واحد السيد اساسا احمد السيد هو عايز يمسكني وبركات ده برضو كان مضغوط الفتره دي. انت فاكر ان احنا رحنا المنتخب الاولمبي مع كابتن مجدي طلبة؟ رحنا الجزائر. كان بيختار 3 لعيبه فوق السن، خدني انا واينو محمد محمد ابراهيم محمد ابراهيم الزمالك. وكان معانا منتخب كويس جدا محمد ابراهيم بتاع بتروجيت بتاع المقصه محمد. فاكره؟ طبعا طبعا ده لعب معايا. كان هيجيب عمرو زكي ساعتها تقريبا وهو عايز قال لا انا عايز محمد ابراهيم ساعتها. بس الفتره دي كانت صعبه جدا. انا بالنسبه لي انا كانت صعبه جدا عشان كنت بقى ايه لانه كان بعيد جاي من الزمالك للاهلي، والفتره دي ما كنتش بلعب في الزمالك خالص. عارف بقى خلاص عرفوا النقطه اللي الشريف كان بيقول عليها الوعي الاحتراف اللي انت خلاص ده الراجل ده ماشي من النادي لا اركنه بقى خليه في الثلاجه بقى عشان نضيع عليه بقى مستواه. لدرجه ان انا صفروني كان في ماتش في افريقيا عشان عارفين ان انا خلاص ماشي، ضيعوا عليا اللي انا لما اروح الاهلي ما العبش في افريقيا. صفروني ونزلوني في اخر ما فيش دقيقه عشان انت عارف طالما شاركت في افريقيا ما ينفعش تشارك الناحيه الثانيه. بس ومع ذلك شاركت وكل حاجه فالفتره دي كانت صعبه جدا. لما المنتخب بقى اختارني رحت انا وشريف ومحمد، دي كانت يعني زي تجهيز عشان النادي الاهلي.